كما شدد وزير الخارجيه على ضروره نفاذ المساعدات الانسانيه للقطاع موضحا ان احتلال اسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ادى الى تعطيل العمل به، كما ادان وزير الخارجيه اعمال العنف التي ترتكبها القوات الاسرائيليه في الضفه الغربيه المحتله مطالبا بتطبيق قواعد القانون الدولي. تحدثنا عن مساله الوضع الانساني والصحي الكارثي. الكارثي في قطاع غزه، واهميه النفاذ الغير مشروط وغير المقيد للمساعدات الانسانيه في ظل الانتهاكات السافره للقانون الدولي الانساني بمنع وصول هذه المساعدات، شددت ومعالي الوزير الصفدي على رفضنا الكامل لسياسات اسرائيل الممنهجه لفرض واقع جديد على الفلسطينيين يضرهم الى النزوح بهدف تهجيرهم من اراضيهم ومن اوطانهم بما يؤدي في النهايه الى تصفيه القضيه الفلسطينيه